هذا ونجحت وزارة الداخلية بمختلف مديرياتها باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات الأمنية اللازمة في مواقع فعاليات الاحتفاء بنجاح موسم أعياد البحرين. نعم جمال، وذلك وسط إشادة كبيرة بالمستوى الأمني العالي والانسيابية الكبيرة في حركة السير وتكثيف التواجد الأمني الذي يضمن سرعة الاستجابة لأي حدث طارئ. تتضافر جهود وزارة الداخلية متمثلة بمديريات الشرطة بالمحافظات الأربع وشرطة خدمة المجتمع والإسعاف الوطني وطيران الشرطة لأداء دورهم الأمني من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والترتيبات الأمنية والتواجد في مختلف مناطق المملكة وخاصة مواقع فعاليات الاحتفاء بنجاح موسم أعياد البحرين. ما شاء الله شفنا تنظيم رائع من مدخلنا من السعودية إلين هنا، والتنظيم في الجوازات وفي المرور وتنظيم الشوارع. الحمد لله من دخلنا من الجسر لين وصلنا هنا لا في عرق ولا في زحمة، كل شيء على ما يرام والأمور طيبة وما قصروا وزارة الداخلية. جهود رجال الأمن واضح جدا، وكذلك جهود الدفاع المدني كانوا موجودين من أول ما دخلنا المكان، كذلك المرور ما شاء الله عليهم يعني على أكمل وجه قاعدين يقومون بهذه الواجب. نحس بالأمان في ذي المكان، وهذا شيء مو غريب، هذا شيء معتادين عليه احنا في كل الفعاليات اللي تستوي في مملكة البحرين. من جانب آخر، عملت الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد المروري لتنظيم حركة المركبات في مختلف مواقع الاحتفالات بما يضمن انسياب الحركة المرورية وتخفيف الازدحامات، كما قامت إدارة العمليات برئاسة الأمن العام بنشر دوريات النجدة في مختلف مناطق وطرقات المملكة، وذلك لدعم جهود مديريات الشرطة ولضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة. هذا وتعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على تأمين مواقع الفعاليات والاستعدادات اللازمة التي تكفل سرعة الاستجابة لأي بلاغ لتحقيق السلامة العامة. من أول ما طلعت من البيت لين وصلت هني، الشرطة في كل المكان كنت أشوف الشرطة ووايد محافظين على السير، وفي كل مكان في شرطة، فالله يحفظ البحرين والله يحفظ شرطتنا. والله أتمنى لدار عمل المرور والشرطة والله يعني كافية مجهودهم من الصباح لليل ما شاء الله عليهم، نضمن الشوارع والسير من المدينة ليه ما شاء الله يعني سير منظم ما شاء الله، والله يعطيهم طول العمر والعافية إن شاء الله. حبيت أشكر الشرطة على جهودهم تعبهم، كل شيء كان مرتب والطريق كان وايد أوكي، مو زحمة نفس كل مرة، كل شيء منظم صراحة، يعطيهم ألف عافية على التنظيم وعلى كل شيء. وتهدف هذه الجهود والخطط الأمنية إلى حفظ سلامة الجميع على مدار العام بما فيه من مناسبات واحتفالات تتطلب أداء أمنيا متكاملا وعلى مدار الساعة لضمان خروج احتفالات نجاح موسم أعياد البحرين بصورة تعكس المكانة الحضارية التي تحظى بها المملكة.